وللمزيد ينضم إلينا من الجزائر الدكتور عبد العالي رزاقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر هاتفيا. دكتور رزاقي، بداية هذا الإرجاء في حد ذاته هناك تساؤلات حوله، لماذا أرجئ هذا الاجتماع؟ هل هي لأسباب إجرائية أم أن هناك أسباب أخرى ربما؟ أعتقد أنه عادة ما بين 25 إلى 27 يقوم رئيس جمهورية الجزائر بالتوقيع على ميزانية 2019، وبالتالي فمسألة عادية لا يوجد إرجاء لأي شيء، إنما هناك أصوات ارتفعت من أحزاب المعارضة ثم انضمت إلى أحزاب الولاد لعودة الانتخابات في الدستور الجزائري. لا يمكن تأجيل الانتخابات إلا في حال حرب، وبالتالي لا يصح تأجيل الانتخابات. لكن الغريب أن تشريبات قدمتها السيدة ليزا حمون رئيس حزب العمال تفيد بأن هناك تغييرات، هذا التغييرات التي تحدثت للحكومة فقط. هذا فعلا ما أود أن أسألك عنه، هذه التسريبات لماذا تجيء على لسان لويزا حنون؟ لماذا لا تجيء ربما من وسائل إعلام أو ما إلى ذلك؟ هل هي محاولة لإلزام الرئيس أو الحزب الحاكم ربما بأشياء معينة يرتقبها الجميع، على سيما حزب العمال وغيره من الأحزاب الأخرى؟ يبدو ان السيده ليزا حنون تريد ان تقول بان الرئيس سيعلن عن تغييرات جديده في الحكومه، وانه ليس وليس بعكس ان يتم الغاء البرلمان الحالي ثم الاعلان عن اجراء انتخابات شرعيه متزامنه مع الرئاسيات. لكن في جميع الحالات المشكله ليست هنا، وانما المشكله في كيفيه سيظهر الرئيس. هل يستطيع الرئيس ان يظهر بصوره جيده تعطي انطباعا بانه قادر على توقيع قانون الميزانيه ل 2019 مع الصوره الجماعيه مع حكومه هامه؟ اذا راينا الرئيس في وضع يسمح له بالتوقيع في هذه الحاله يمكن ان نتوقع، هل تشير الى الوضع الصحي، تعديلات حكوميه في السنه القادمه وليس في نهايه السنه. طيب.